مقيم في الإمارات، قدمت للعمل في جدة وأحرمت للعمرة من جدة، هل علي شيء؟ للعلم أن لي عم أو عمل وكان تجارة في جدة. إذا قدمت من الإمارات أو من غيرها تريد العمرة تحرم من الميقات ولا تحرم من جدة، تحرم من الميقات الذي تمر به على طريقك، فإن أخرت الإحرام إلى جدة صار عليك فدية لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات، ومن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم. نعم.